السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. برج السرطان شهر ديسمبر، نزلنا فنجانك وتبقي توقعاتك ايه لشهر ديسمبر. اتمنى لك السعاده والهنا والرزق والتفاؤل والفرحه القادمه لايامك كلها باذن الله. صلي على الحبيب، انزل واستغفر ربنا بنيه قضاء حاجتك. ركز كويس جدا في قراءتك يا برج السرطان، عشان جايبه لك كلام مهم وجايبه لك قراءه قويه جدا، هتطلع من الفيديو باذن الله وانت مرتاح نفسيا وجسديا، وكمان عندك انطلاقات واحداث حلوه بفضل ربنا لشهر 12. عندك اي مشكله اكتب تم، يوصلك جميع العلاجات على قناتنا التانيه. بص بقى يا برج السرطان، بسم الله. اول حاجه عندك هنا عين قويه صيباك، بتخليك دايما بتحس بالخمول والكسل والارهاق وبعض التعب النفسي. اليومين دول حاسس ان في حاجة بتأذيك، حاجة طبقة على نفسك، طبقة على روحك، حاسس ان في حاجة عاملالك طاقة توتر. شايفة كمان ان انت بتمر بضيق وبخنقة بسبب الذبذبة اللي في دماغك وبسبب التفكير الزايد اللي بينك وما بين الشريك، اللي بينك وما بين نفسك. داخل في فترة فيها تردد، فيها خوف من بعض الامور اللي شغلة بالك. عايز اقولك ان في حياتك حية اعدالك ومرصودة وبتقولك خراب بيوتك على ايدي. الحية دي مش كويسة جدا، ما بتحبش غير نفسها، بتاعة مشاكل وبتاعة أمور مضايقاك وكمان خانقاك. عايزة أقول لك يا برج السرطان إن الفترة القادمة هيبقى عندك فترة راحة، فيها فترة بعض التغيرات عندك. أنت قدامك فرحة ولازم تمتلكها كويس جدا، هيكون عندك رضا بنفسك، هيكون كمان عندك بعض الأحداث اللي هتكتشفها في حياتك الأيام اللي جاية، هتحط نقط على حروف بينك وما بين أشخاص في حياتك. أقرب مليك هم حاسدينك يا برج السرطان، يعني اللي من دمك ولحمك حاسدك، وانت عليك حسد قوي، عليك حاجة صايباك بالتردد وبعض العراقيل والمشاكل اللي مش عارف تتخلص منها. دخلت في طاقة سلبية من الأشخاص، كانوا بيأذوك وكانوا بيتكلموا عليك وكمان كانوا عاملينلك طاقات سلبية مضايقاك وخانقاك. الفترة اللي جاية هيكون عندك حصدا تاما لحياتك اللي فاتت. شايفة كمان ان انت هنا في حد هيستلف منك فلوس او انت هتدي حد فلوس، الله اعلم، بس في موضوع فلوس عندك شاغل بالك، هيبقى فيه منه خير الفترة اللي جاية. معروف ان برج السرطان طيب جدا وانيق ومتألق، وعلشان كده محسود على ابسط الامور، بس شايفه له سفر هي الفترة اللي جاية او وظيفة جديدة، رحلة جديدة، مقابلة جديدة، الله اعلم. المهم انه هيكون عنده حماس على جميع المستوى اللي في حياته، وهيتزول كل الهموم اللي عنده علشان داخل على فترة راحة وفترة تغيرات جذرية في حياتك بالكامل بإذن الله. وفي ناس عندك من المقربين حابين لك الخير ومركزين في حياتك بطريقة رهيبة، ودي طبعا حاجة انت تعباك ومخلية دايما عندك تراجع في حياتك ومفيش استكمال في بعض المواضيع. شايفة لك هنا كمان يا برج السرطان انه في اشخاص هيقفوا معاك وهيدعموك وهيحسنوا من حياتك، بس عايزك شوية يا برج السرطان ان انت تكتم وتداري، تكتم وتداري وتخلي بالك وبلاش تحكي في اي حاجة تخص حياتك. مش عايزاك يا برج السرطان تفكر كتير الايام اللي جايه، عشان عندك خبر حلو بعد خطوتين هتخطيهم، هيجي لك خبر حلو هيفرح قلبك، ومش كده وبس، كمان ده هيدعمك على جميع الاصعد اللي في حياتك. في كمان علاقه جديده، ارتباط جديد، فرحه تخص العاطفه في عندك في حياتك، وهتسعدك الفرحه دي جدا. في كمان هنا تجاوز بعض الامور اللي شغله بالك وعامله لك عرقي. انت استحملت كتير، استحملت حاجات فوق طاقتك، استحملت واهتميت بناس محدش اهتم بيك، حبيتهم ووقفت معاهم وساعدتهم، وكمان عملت لهم حاجات كتيره جدا يعني مش اي حد يعملها، ومفيش حد يا برج السرطان تمر فيه اي حاجه من اللي انت بتعملها، بالعكس ازوك واسو عليك. وانت شفت ايام كتيره جدا تعبتك، شفت ايام كتيره جدا سوده في حياتك، وبرضه ما همكش عشان انت قوي جدا، بس قلبك موجوع، انت مش عايز حاجه من حد ولا مستني اي حاجه من حد، انت بس نفسيتك تعبانه، وفي نفس الوقت قلقان على شخص مسجون، قلقان على شخص عندك في العيله تعبان مريض، قلقان على شويه امور عندك معقدين ومش عارف تتصرف معاهم ازاي. شايفه لك كمان انت واخد صدمه من بدري، واخد صدمه كبيره،
الصدمة دي مزعلاك نفسيا ومخلياك مش قادر تاخد نفسك ولا تعمل اي حاجة، او عندك حد في العيلة مصدوم، حد في البيت مصدوم، الله اعلم. بس انت اخدت فترة من الفترات كنت عايش في ضغط نفسي، في ضيق، في حيرة، عشت كده اوقات لوحدك، ملقتش اي حد جنبك، ملقتش اي حد يقف معاك ولا يحبك، عندك تسديد ديون. انا عارفة ان الديون تقيلة على كتفك، تقيلة على ظهرك، مش عارف تتصرف معاها ازاي ومش لاقي حد جنبك. بس في نفس الوقت انت قوي جدا يا برج السرطان، وهتجيلك فلوس الفترة اللي جاية دي، هتسد منها من بعض الديون اللي عليك، وهتبدأ تبص لنفسك، وكمان في نفس الوقت هتشتغل على نفسك. انت بتخطط اليومين دول جدا، وحطيت بعض النقط على بعض الحروف، شايفة انه هيكون عندك تغيرات حلوة، بس لازم تخلي بالك كويس جدا من كل الاشخاص اللي حواليك، المنافقين والمخادعين. الحاجة اللي ليها فترة عندك عاطلة، اذا كانت الحاجة محكمة، ورق سفر، ورق شغل، زي ما يكون الورق اللي ليه مدة عاطل عندك، عايز اقولك ان الفترة اللي جاية هيخلص، وهيخلص على خير كمان. بس ارجع واقولك تاني يا برج السرطان، ان انت الحسد اكل حياتك، واخد منها جزء كبير جدا، حسد بطريقة رهيبة، حسد واستغلال، كلام كتير، نميمة عليك، واستغلال جايلك من المقربين اللي بتتكلم عليك. يعني في واحدة ست بتتكلم عليك بحاجات سوء، خد حذرك منها. انا عايزاك تاخد حذرك من كل المقربين لحياتك اللي هم من دمك ولحمك، اقرب مليك بينك وما بينهم اعداء، اقرب مليك دايما حاطين عليك وبيتكلموا عليك بطريقة رهيبة. انت يا برج السرطان بتثق في الناس وبتحب الناس وبتصدق، وعشان كده دايما بيجي لك خذلان منهم، دايما بيجي لك خذلان منهم. ربنا هيطلعك من الهم اللي انت فيه، في طريق هيتفتح قدامك، كان في شوية مواضيع انت مغمي عنهم يعني مش عارفهم، امورك الايام اللي جايه هتتفتح باذن الله، وهيبقى فيها تقدم. كان في بعض العراقيل عندك، عايز اقولك ان انت من كام يوم او الايام اللي جايه هتجيلك هديه، الهديه دي هتبقى حلوه باذن الله، وهترجع تكون مبسوط. بس انا عايز اقولك ان انت اتظلمت هنا من بعض الابراج في حياتك، اتظلمت من برج الحمل، واتظلمت من برج الكوس، وكمان من برج الميزان، اتظلمت منهم ظلم، وحس ان انت تعبان. شايفة كمان ان انت هنا هيكون ممكن يكون عندك رجوع مع برج الحمل الايام اللي جاية، وهيبقى فيه انطلاقة حلوة. وشايفة ان الشخص اللي بالك مشغول بيه، في الشخص اللي هو تعبان، او الشخص المسجون، او الشخص اللي انت بالك مشغول بيه، ربنا هيفك كربه الايام اللي جاية وهيطلعه باذن الله. عايز اقولك يا برج السرطان ان انت حواليك ناس بتحبك، والناس اللي بتحبك بتتجسس عليك علشان هي بتحبك، بتحبك، فخلي بالك ان انت ايه، ما تخسرش اي حد هو بيحبك يا برج السرطان. الناس اللي بتحبك يا ريت ما تخسرهاش. الايام اللي جايه هيكون في لقاء حلو ولم شمل مع بعض الاشخاص اللي في حياتك، واكتر حاجه هيكون معاك لم شمل فيها هي برج الحمل. هتحاولوا تعيدوا حساباتكم من جديد، وهتحاولوا كل واحد يقول اللي عنده عشان هيبقى فيه مواجهه، ويا ريت كل واحد يقول اللي جواه ومفيش حد يخبي على التاني. طاقة التوتر اللي انت فيها دي كلها كام يوم وهتمشي، والمشكلة اللي بالك مشغول بيها الفترة دي هتتحل بإذن الله، علشان انت بقالك فترة بتحاول تطلع من المشكلة دي، بتحاول تتخلص منها، فبالفعل هتتخلص منها، وهيكون عندك رزق. انت هنا دعيت ربنا ودعوة ربنا استجابت ليك، وعشان كده ربنا هيكرمك بالوظيفة، وهيبقى فيه دعم، هيبقى فيه دعم حلو جدا ليك الايام اللي جاية، حد هيكبر منك وهيكون كل همه ان انت تكون حاجة كويسة. لو انت بالك مشغول بالدراسة او بالامتحانات فما تقلقش، عشان انت هيكون عندك تحسن حلو الايام اللي جاية. ده مش كده وبس، كمان ده انت كمان هتطلع من كل اللي انت فيه ده بفضل ربنا ومنصور يا برج السرطان، ايه رأيك؟ والمشروع اللي انت داخل فيه وفشل هينجح، هينجح، عشان انت برضو ما بترميش حاجة ورا ظهرك، وما بتسيبش اي حاجة، الحاجة اللي بتفشل بتحاول تصلحها. مش معنى ان انت فشلت فبتيأس، لا، انت بس اجمل ما فيك الايام دي ان انت يعني بدأت تعيد ترتيب حياتك، بدأت تنظم اوقاتك، بدأت تعمل حاجات مختلفة، بدأت ان انت تعيد في امور عندك. كان عندك علاقة مع برج العقرب وحصل انفصال، وفي امور معاكسة. وشايفة كمان ان انت هنا بتتحزبن كتير جدا، انت عندك لم شمل مع اطفال، في اطفال بعاد عنك، في امنية بقالك مدة نفسك ربنا يحققها لك. في كمان موضوع هنا، الموضوع ده انت نفسك تعمله بكل الطرق، فلو انت عايز تعمله اعمله يا برج السرطان، علشان الموضوع ده خير ليك كله، اعمله. في فلوس جايه لك يا برج السرطان،
في فلوس جايه لك ومكالمه هتطمن قلبك باذن الله. لو اتاخرت عنك فما تقلقش، هي هتجيلك هتجيلك. في حاجات عندك متاخره، في حاجات عندك متاخره. ليه عندك يا برج السرطان طرف ثالث بيتدخل في حياتك؟ في طرف ثالث بيتدخل في حياتك. انت حصل عندك اجهاض يا برج السرطان اكتر من مره؟ مش عايزاك تقلق بسبب الإجهاض اللي حصل عندك، علشان الأيام اللي جاية هيكون هتسمع خبر حمل جديد، هتسمع حياة جديدة، هيكون عندك حياة جديدة، بداية جديدة، المواضيع كلها اللي شغلة بالك هتتيسر معاك وهتمشي في طريق خير وطريق رزق، وكمان هتتعرف على ناس جديدة، وفي نفس الوقت هتكتشف ناس قديمة هترجع لك من الماضي، هتكون عايزة هدف منك معين، هتكون عايزة تستغلك في بعض الأمور، وانت بنفسك هتعرف الاستغلال ده علشان هم ناس استغلاليين، وكمان هتكتشف أشخاص على حقيقتهم الفترة اللي جاية. أنا عارفة ان الفترة دي انت طال عليك الفرح، غاب عنك بقاله مدة كبيرة، وصبرت صبرت كتير جدا الفترة اللي فاتت، وتعذبت وكمان تعبت نفسيا، بس دي كلها فترة وعدت. انت مشكلتك بس يا برج السرطان ان انت محاط ببعض التعابين اللي في حياتك اللي عاملين زي الأفات بيستغلوك من كل الطرق، لدرجة ان انت الايام دي عندك تعب في معدتك الكولون بطريقة غريبة، عندك تعب جسدي، تعبك جدا، والمشكلة ان انت مش عارف تتخلص من اللي انت فيه، ولا عارف تعمل ايه ولا تبدأ ازاي. القيود اللي انت فيها دي مجرد فترة وهتعدي، وهتحرر نفسك من حاجات كتيرة جدا، هينتقل الامور في بعض حياتك بفضل ربنا، وهتدخل في فترة تحسن، وهيبقى كمان عندك امور عكس ما انت تتوقع باذن الله. انت دايما مهمل في حاجات كتيرة اليومين دول، مهمل في بعض الاشخاص، مهمل في نفسك، في مكالمة هتجيلك وهتفرحك زي ما قلتلك، وفي قضاء حاجتك بإذن الله هتقضى، والأيام اللي جاية ممكن يكون عندك سفر، السفر ده هيفرحك وكمان هيخليك تحقق بعض أحلامك اللي متأجلة، هيخليك تتخلص من حاجات كتيرة جدا أزياك، من حاجات كتيرة جدا عاملة لك عراكيل، حاجات كتيرة جدا واقفة بينك وما بين تحقيق هدفك، واقفة بينك وما بين حلمك. فمش عايزاك تقلق خالص خالص يا برج السرطان، عشان عندك تقدم وعندك خير وعندك فرحة بإذن الله. اشتغل على صحتك اكتر، بدأت تهتم بنفسك اكتر يا برج السرطان، بدأت تشوف ايه اللي ناقصك وتصلحه، علشان خاطر انت ما بتحبش ابدا تكون مقصر في حق نفسك. بس انت من الضغط اللي انت فيه اهملت في نفسك جدا. قدامك خطوتين يمكن يا برج السرطان، وهيبقى فيه فرحة هتدخل لقلبك وهتعوم بطريقة مختلفة، عشان انت مهموم، وطول ما انت مهموم ربنا هيفك كربك وهيسعدك. في مواجهة يا برج السرطان، في هنا كلام، خلي بالك انت اللي بتحبه بتعاتبه، واللي ما بتحبوش بتطلع من كأنه ما تعرفوش. يعني انت في شخص هنا بتحبه فبتعاتبه، بتقول له انت عملت 1 2 3 فما تعملش كده تاني، علشان خاطر حاجة دي بتزعلني، صح؟ يعني انت اللي بتعاتبه بتحبه، اما اللي ما بتعاتبوش بتولى كأنك سامع حاجة عنه. الشخص اللي انت بتعاتبه ده هو بيحبك، بس عايزاك تحذر من حاجات حواليك، عايزاك تحذر من حاجات حواليك. برج السرطان مش عايزاك تتعصب على اي حاجة تدخل حياتك الايام اللي جاية، يعني مش عايزة لك عصبية ابدا، مش عايزة ان انت تكون مضغوط ولا ان انت تفكر في اي حاجة. فكر في الحاجات اللي ممكن تسعدك، فكر في الحاجات اللي ممكن تدخل لك طاقة ايجابية، ابعد عن التوتر، ابعد عن الاحباط. نصيحة لوجه الله يا برج السرطان، ان انت تخلي بالك من نفسك، وما تقلقش ان ربنا كاتب لك رزقك، ربنا كاتب لك رزقك كاتبولك، بس انت خلي بالك من نفسك، وبلاش تاخد كل حاجة بحساسية، بلاش تاخد كل حاجة بحساسية. ولما تيجي تتكلم مع حد وتفضفض معاه عن اي حاجة جواك، اختار الشخص الصح، اوعى تختار حد غلط. انت بتعاني من الم في جسمك، بتعاني من الم في الركبة، صداع مستمر، فلوسك متبخرة، دايما بتنسى اليومين دول، ضيق في التنفس، ألم وإرهاق، وساعات بتحس بخنقة وألم في جسمك غير طبيعي، حاسة ان انت بتعاني من وجع في جسمك مش طبيعي، بسبب الضغط النفسي اللي انت فيه ده، بسبب الضغط النفسي اللي انت فيه. بص كمان
بسم الله ما شاء الله، ده انت عندك جبر خاطر كمان يا برج السرطان. الجبر الخاطر ده اللي هيجيلك من عند ربنا هيخلي امورك كلها تتبدل 180 درجه. اقدر اقول ان برج السرطان حان وقت انه يحصد اللي زرعه الفتره اللي فاتت. شايفه كمان ان في حد بيحاول يقرب لك الايام دي وهيكسر الحواجز اللي بينك وما بينه، هيتكلم معاك وهيشد انتباهك وهتبقى عندك امور حلوه باذن الله. شايفه كمان ان انت سمعت كلام الفتره دي ضايقك وخنقك لدرجه ان انت تعبت ونفسيتك تعبانه ودايما بتتخزل في اقرب الناس ليك، يعني اللي بتحسهم من دمك ولحمك هم اللي بيغزلوك وهم اللي بيحاولوا يطلعوا اوحش ما فيك. عندك عقد، عندك مشروع هتبدا فيه، في شخص عندك المعاملة بتاعته صعبة، بيعاملك كده بمعاملة ضغط نفسي، بيعاملك كده بصورة مش كويسة لدرجة ان انت تعبان وبدأت تشكي وقلت خلاص انت بتعاملني كده ليه، ليه الأذى، ليه الظلم. واليومين دول انت بتتحاسبن علشان خاطر زي ما قلت لك انت استحملت فوق طاقتك ومش لاقي حد، مش لاقي حد تطبطب معاه تتكلم معاه، مش لاقي حد يطبطب عليك، مش لاقي حد يقف جنبك ويدعمك، ودي حاجة تعباك جدا. هتكتشف أمور في حياتك الأيام اللي جاية، هتكتشف حاجات كتيرة جدا جدا انت ما كنتش واخد بالك منها خالص، وهتشوف مين اللي هيقف جنبك ومين اللي ما هيقفش جنبك. انت مش كده وبس كمان يا برج السرطان، ده انت هتبدأ تاخد موقف من اي حد ممكن يأذيك او يتكلم عليك او يفكر بس ان هو يجي عليك حتى لو بالغلط. يعني هتكتشف حاجات كتيرة جدا وأوراق كتير جدا وتحسنات. انت عايز تعيش الحياة ببساطة، بتحب حاجات كتير وبتعملها وتحب الحياة الهادية اللي فيها تقدم، حياتك دايما بتبقى بص كده. يعني انت بعض مواليد برج السرطان بيحبوا الرقص جدا، بيحبوا الغنى جدا، بيحبوا ان هم يدخلوا في طاقات إيجابية بس مفيش اي حاجة تزعلهم، بس الحظ بتاعكم هو اللي واقف بينك وما بين الاشخاص اللي حواليك. انت بتحب الايام دي يعني شخص مقرب على قلبك، بتحب تتكلم معاه جدا. شايفه كمان ان انت عندك تواصل مع حد على السوشيال ميديا، صح؟ تتواصل مع حد، تتكلم مع حد. عايز اقولك ان انت رسالتك بتقولك ان ربنا هيكرمك باللي انت عايزه، بس دايما خلي بالك من نفسك وخلي بالك من تصرفاتك مع بعض الامور، وبلاش تكون عصبي زيادة عن اللزوم. حاول ان انت تراجع حساباتك، وديني بقولك عشان ما تقولش بترددي الكلام كتير، راجع حساباتك علشان هيكون عندك امور حلوة. الشخص اللي هتلاقيه الايام اللي جاية هو نفس الشخص اللي انت دورت عليه بقالك مدة، بس هيكون شخص غامض، هتتكلم معاه وهيبقى فيه بعض المواضيع هتتفتح كمان في حياتك وهيبقى فيه امور حلوة. وخلي بالك انه في حد هيجيلك يقولك انا بحبك، او انا من بدري عايزة اتكلم معاك وخايف، في حد هيجيلك الايام اللي جاية، فخلي بالك ودايما يكون عندك رد، بس بلاش ردك يجرح اي حد، بلاش ردك يكون قاسي يا برج السرطان. يعني حاول تخلي بالك، حاول تبقى عارف انت عايز ايه وبتعمل ايه. التقدم اللي جاي لك هنا فيه امور حلوة جدا باذن الله، ده انت كمان هنا ناوي على انطلاقات جديدة يا برج السرطان، ناوي على تغيرات، ناوي على فرحة، ناوي على امور حلوة باذن الله وهتحصل عليها، ناوي هنا ان انت تنجح وبالفعل هتنجح، ناوي على تغيرات بالفعل هتتغير. بالك مشغول بعدة المواضيع وكل اللي بالك مشغول بيه هيبقى فيها تقدم وفيها خير، السعادة قادمة ليك بس حاول تستغلها، السعادة قادمة ليك بس حاول تستغلها. وعايز اقولك كمان يا برج السرطان ان انت في الفترة الجاية دي هتدافع عن نفسك جدا علشان انت خدت قرارات كتيرة جدا، بس عايزاك يا برج السرطان ان انت تحذر، تحذر ان انت تطلع فلوس زيادة عن اللزوم، تحذر من واحدة ست عايزة تستغلك وعاملة حبيبتك، وما تخليش اي حد يتدخل في حياتك ويعرف اسرارك ولا اسرار بيتك ولا اسرار حياتك، بيعملوا حبايبك في الاول وبعد كده بتكتشف الغدر وبتكتشف الخيانة، ودي الحاجة اللي كسرت ظهرك. انت ناس كتيرة جدا وعدتك ان هي هتكون كويسة، وعدتك ان هم مش هيكونوا كده، والاذى والظلم مجاش غير من عليهم هم. فعشان كده انا بنصحك يا برج السرطان ان الفترة دي تكون ساكت وتسمع اكتر ما تتكلم، علشان خاطر مش زي ما هم حابين لك الخير زي ما انت فاكر. فالفترة اللي جاية عايزاها تكون تقدم على حياتك بالكامل، عايزة فرحة تعوم على مستقبلك وتعود على حياتك الشخصية، زي ما هيكون في أخبار حلوة إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية،
هيبقى عندك تحسنات على جميع الأوضاع، بس احذر من التسرع، احذر من حد ممكن يحاول يطلع اللي جواك. في ناس كثيرة جدا الفترة دي بتحاول تتكلم معاك، فالأخبار الحلوة اللي انت مستنيها هتسمعها، فما تخليش أي حاجة تسيطر عليك. عندك رسائل كثيرة جدا الأيام اللي جاية، عندك شهرة، عندك اتصالات، عندك لقاءات، عندك فترة حلوة جدا، أحداث إيجابية رغم المعاناة اللي انت شفتها في حياتك، رغم العيشة النفسية اللي انت عشتها، رغم ان انت كنت حاسس ان حياتك كلها تعب ومشاكل، رغم ان الفترة اللي جاية هتحصد أيام حلوة، وهيبقى عند وهيتوفر عندك بعض المال اللي هتعمل بيه حاجات حلوة، هتحسن أمورك وهتنتصر على بعض الأشخاص اللي بيتدخلوا حياتك. اليومين دول أنا عارفة ان انت عندك اشتياق وفي نفس الوقت عندك حنين ومستني حد هيرجع لك، أو انت عايز ترجع لحد الله أعلم، بس انت خايف من ناس كتيرة جدا، خايف من المراقبة، خايف من التردد، خايف من بعض التفكير اللي شاغل بالك. عايز تبدأ في مشروع وكل ما تقول خلاص هانت بترجع لك أسوأ ما كانت. دي كلها أوقات وأوقات هتعدي بفترة إيجابية، بس بلاش تخاف على نفسك وفكر في إيجابياتك عشان تحصل على اللي انت عايزه. تحياتي ليك يا برج السرطان، أتمنى لك الخير والسعادة والهنا، اكتب تم عشان تلاقي علاج جميع أي حاجة تخصك.